قالوا الرئيس طالع الساعة 7 تمام، قالوا لنا عنده كلام فليسمع السامع. يا أخي البلد فترت من العجم واللت، الشيل كتر والخط وبلدنا بتنازع، كم من قلب محروق، كم من شريد ومريض، كم من طفل جايع. أرحل وداك الباب ما بفيدنا أي خطاب، عارفين إنه زول كذاب دورتنا في الشارع. مسنين مشت وسنين تمت معك 30، والقمع في زيادة وحال البلد واقع. حيكون جديدك إيه؟ حتقول دي ناس خاينين جايين يهدوا الدين ويقفلوا الجامع. توعدنا ليه قدام إصلاح ونهضة يقين، أو ترفع القانون شان ترهب الشارع. عارفين كلامك إيه؟ حافظينه بالحتة، والثورة جوا الروح لو نعدم الجدة. وتقول ومهما تقول يخقول ومهما تقول، موعدنا يوم 6.